بشكر كل الناس اللي حضرت النهارده وعملت تأييد وتأييد حب فعلا لرئيس مجلس الإدارة والمجلس الجديد. برضو بهني برضو مجلس الإدارة الجديد إن شاء الله عشان بإذن الله نبدأ خطوات جديدة. بشكر اللجنة المنظمة اللي النهاردة قامت بمجهود جبار، سواء أساسا من الشباب والرياضة أو من اللجنة المنظمة من إدارة النادي. بشكر برضو المجلس الإدارة السابق على انجازاته السابقه، وان شاء الله باذن الله بنوعدكم باذن الله ان شاء الله بنحقق حياه تطورات كبيره، وفي خطه عمل ان شاء الله باذن الله متفقين عليها ان شاء الله. ان شاء الله الالومنيوم دائما ايقونه الصعيد وعلى مصاف انديه الصعيد في كل حاجه ان شاء الله. احنا بنتمنى ان شاء الله ان عوده جميع الانشطه الرياضيه اللي مصافه للمكانه الحقيقيه بتاعتها، النشاط الرياضي والاجتماعي والثقافي. طبعا الالومنيوم نادي عريق، طبعا زي ما كنا الناس عارفاه على مستوى الصعيد، واحنا لينا افكار كثيره وتطوير، وكنا المجلس الجديد باذن الله كلنا يعني قيادات في الشركه، وان شاء الله نحقق طموحات وامال الجماهير. النهارده الحمد لله المجلس ربنا وفقه فيه، ما فيش غير 38 بس واحد غير موافقين من اجمالي 500، من اجمالي 1577 صوت. الحمد لله احنا ان شاء الله يعني باذن الله هدف مجلس الاداره الجديد ان هو يستعيد كل الانشطه الرياضيه اللي كانت متوقفه الفتره اللي فاتت، والاهتمام بقطاع الناشئين. طبعا الناشئ ده كله كل بالنسبه لجميع الفرق وجميع الانشطه الرياضيه ان شاء الله. الحمد لله حققنا الرقم المطلوب وباكتساح بفضل الله، وان شاء الله اللي العظيم نكون عند حسن ظن العاملين بامر الله، ونلبي طلباتهم وطموحاتهم وافكارهم ورؤيتهم للمستقبل بمشاركتهم ان شاء الله، عشان اكيد هيكون في مشاركه للجميع بعمل تطوعي وبمساعده مجتمعيه، وكل عنده فكره واراء طبعا هيكون موجود معانا بامر الله. الموضوع مش محجور على حد معين، ده الطموح للكل.